بسم الله الرحمن الرحيم. معاك احمد شريف، مركز مودرن كمبيوتر سيستم فوق الشرقيه. هتكلم ان شاء الله عن برنامج الاكسل. بفتح الاكسل كاي سي دي ال، بفتح البرنامج من ستارت والبروجرام، وبعدين مايكروسوفت اوفيس، وبعدين مايكروسوفت اكسل 2010. فبيبدا يفتح معايا الاكسل. الاكسل هو برنامج الجداول الالكترونيه، ملفاته عباره عن اوراق عمل شيت. يحتوي البرنامج على ثلاثة أوراق عمل بشكل افتراضي، شيت 1، شيت 2، شيت 3. كل ورقة عمل تحتوي على مجموعة من الأعمدة ممثلة بالحروف الإنجليزية، مجموعة من الصفوف ممثلة بالأرقام. تقاطع الأعمدة مع الصفوف بكون خلايا، تقرأ الخلية بحرف العمود مع رقم الصف، فبنقول دي 5، بنقول بي 3، بنقول جي 11، وبنقول بي 3 اي 2 وهكذا. محتوى الخلية ممكن ان انا اكتب فيها نص او رقم او الاثنين مع بعض. لو انا عايز احدد اي عمود بضغط على عنوانه، على حرف العمود. لو عايز احدد اي صف بضغط على رقم الصف. لو عايز احدد مجموعة من الاعمدة بشكل متتالي بحدد الاولاني، استمر في ضغط شيفت احدد الاخير، وهكذا بالنسبة للاعمدة بالنسبة للصفوف. لو عايز احدد اي مجموعة من الاعمدة بشكل غير متتالي، بستخدم مفتاح كنترول احدد الاولاني الاول، استمر في ضغط كنترول احدد الثاني والثالث وهكذا. لو انا كاتب هنا 1 و2 وحددت الواحد واثنين وسحبت، بيكمل لي 3 4. هنشوف 1 و2 واكمل من البلاك كروس. طبعا انا شايف كده في عندي كورنر كده مميز عن باقي الكورنر، لما بحرك المؤشر عليه بيتحول الى بلاك كروس. بسحب بقى وانا نازل الى زي ما انا عايز المدى اللي انا عايزه، فبيكمل عدد الارقام زي ما انتم شايفين. لو انا اظبط بس الاعدادات بتاعتي، لو انا عايز اكتب 1 و3 هيكمل ارقام فردية، لو كتبت 2 و4 هيكمل ارقام زوجية، مفيش مشكلة. وانا ساحب عادي مفيش اي مشكلة. العملية دي يا جماعة بنسميها كوبي فرميولا. كوبي فرميولا بقى عندي في الاكسل 3 كوبي، كوبي العادية وهتكلم عنها، كوبي فورمات انسخ التنسيق، وكوبي فرميولا اللي بسحب كان من الكورنر وانا نازل، بس يكون عندي معادله او عندي رقمين والجهاز بيكمل في شكل سلسله. نبدا بقى في اوامر القوائم زي ما احنا متعودين. قائمه فايل اوامرها سيف لحفظ التعديلات فقط، اما سيف اس حفظ باس. بغير من هنا مكان الحفظ، انا عايز احفظ على دوكيومنت لتمس. من هنا بكتب الاسم اللي انا عايزه، انا عايز اسميه مثلا احمد شريف، حرف الاي كابيتال في كلمه احمد. احيانا بيعمل لي سبيس ما بينهم واحيانا لا حسب السؤال، واكمل الباقي عادي. وبعدين من سيف اس تايب بختار نوع التنسيق اللي انا عايزه. انا عايز 3 انواع: اكسل ورك بوك، اكسل تمبليت وتمبليت بغير المسار، اكسل تمبليت تمبليت بغير المسار، وتكست. طبعا عندي كتير تكست، فاكرين كان تكست تاب، تكست تاب ديليمنتد. الثلاثه دول اللي انا عايزهم: اكسل ورك بوك، اكسل تمبليت، وتكست اللي فيها تاب. اركز على ان التكست، على الاكسل تمبليت بيغير المسار. انا عندنا فاتح المسار اوريدي دوكيومنت لتمس اكسل، مجرد ما بختار اكسل تمبليت بلاقي المسار اتغير عندي ازاي. ارجع تاني اختار المسار تاني دوكيومنت لتمس، ولغايه لما اشوفها مفتوحه عندي، واعمل سيف ده اذا طلب عندي ان انا احفظه كتمبليت اللي هو قالب. فايل اوبن بفتح ملف انا حافظه قبل كده، بحدد مكان الملف. انا عايز افتح فايل موجود على دوكيومنت لتمس، والفايل ده مثلا اسمه توب 10 سايتس، احدده واعمل اوبن فبيفتح معايا، وكلوز علشان بقفل الملف بدون اغلاق البرنامج. الامر اللي بعد كده نيو، يبقى اخذنا سيف واخذنا سيف از واخذنا اوبن واخذنا كلوز. نيو كنت بختار دايما ايه سامبل تمبلت، واختار القالب اللي انا عايزه، مديني قوالب بسيطه ابسط طبعا من الباور وابسط من الوورد. عايز قالب اسمه سيفز ريبورت مثلا، وفي النهايه بعمل كرييت. احيانا يطلب مني ان انا احفظه من فايل سيف از، واحيانا يقول لي ليف ات اوبن فبسيبه مفتوح واضغط على سبميت. الامر اللي بعد كده برنت علشان اطبع، بحدد من هنا عدد النسخ، بختار الطبعه اللي انا عايز اطبع بيها، بحدد مدى الطباعه، اكتف شيت هيطبع الشيت اللي انا واقف عليه. انا واقف على شيت اسمه سورس داتا، دي كلها شيتس مفتوحه قدامي. عايز احدد اي شيت علشان اطبعه، بضغط على الشيت اللي انا عايز احدده علشان اطبعه. بعد كده فايل وبرنت واقول له اكتف شيت. طب عايز اطبع الكتاب كله، البوك كله اللي هو الشيتات دي كلها، فايل بعدين برنت، وبعدين هقول له كده من برنت هنا اختار انتاير ورك بوك.
طب عايز اطبع الخلايا المحدده، بختار برنت سيلكشن، وفي النهايه طبعا بضغط على برنت. وغالبا ما السؤال ده بيجي طبعا ان انا اعمله نظري. لو انا عايز اطبع الاكتف شيت فبختار اكتف شيت، لو عايز اطبع كتاب على بعضه بختار انتير ورك بوك، او الخلايا المحدده بختار سيلكشن. يعني السؤال ده في الغالب بيجي نظري. مش عايز سيف وسنت هيلب، ودايما مايكروسوفت اوفيس هيلب. وبعدين بختار اوف لاين، ولا نسيتوها، اوف لاين اللي فيها كلمه كمبيوتر. اكتب اللي عايز ادور على معلومات حوله، وليكن عايز ادور على معلومات حول كلمه تشارت، واضغط على سيرش. هيقول لي مثلا كليك ذا لينك كريتد تشارت فروم ستارت تو فينيش، فبضغط عليها. عايز احدد الفقره دي كلها كوبي 3 مرات، كليك يمين عليها واعمل كوبي. وبعدين يقول لي اعمل لها بيست. بس بيست فين يا عمي؟ لا ده مش بيست في نفس الورقه اللي انت واقف عليه، اعمل لها بيست في مثلا ورقه اسمها شيت اسمها باي برودكت في الخليه مثلا اتش 8. وبعدين بعمل بيست، هو بيفرد نفسه ماليش علاقه طبعا، وبسيبها واكمل اعمل سبميت للسؤال. الامر اللي بعد كده يبقى اتكلمنا عن سيف، اتكلمنا عن سيف از، اتكلمنا عن اوبن كلوز، اتكلمنا عن نيو بختار منها سامبل تمبلت، واخترنا برنت، ودايما برنت بيجي نظري، والهيلب لسه قايلينه. اوبشن دايما بغير من جنرال اليوزر نيم فقط. عايز اليوزر نيم اسمي مثلا احمد شريف، واعمل اوكي. ودايما يا جماعه بعد لما بغير الاوبشن، لما بغير اليوزر نيم، اليوزر نيم بتاعي بيطلب غالبا بيطلب بعدها سيف، يبقى من فايل واختار منها سيف، او اضغط على ايقونه سيف. وكده قائمه فايل تكون انتهت. اخذنا فيها سيف لحفظ التعديلات، وسيف از بغير من هنا مكان الحفظ واكتب الاسم اللي انا عايزه. من سيف از تايب بختار نوع التنسيق. 3 انواع مطلوبه فاكرينها، اكسل ورك بوك، اكسل تمبلت بغير المسار ما ننساش، تكست. طب اي تكست؟ لا تكست اللي فيها تاب. وفي النهايه طبعا بعمل سيف. وقلنا اوبن عشان افتح حاجه انا حافظها قبل كده، وقلنا كلوز عشان اقفل الحاجه المفتوحه، ونيو عشان اعمل ملف جديد. ودايما بختار سامبل تمبلت واختار القالب اللي انا عايزه، وما انساش اعمل كرييت. برنت بيجي نظري، عدد النسخ والطبعه اللي انت عايز تطبع بيها، ومدى الطباعه سواء تطبع الشيت اللي انت واقف عليه او الكتاب على بعضه، او سيلكشن الخلايا المحدده. اخذنا الهلب، دايما الهلب بكون كاتب سؤال الهلب في صفحه، وعايزني اعمل البيست بتاعها في شيت تاني في صفحه تانيه. فانا بعمل فايل، وبعدين بعمل هيلب، وبعدين اختار مايكروسوفت اوفيس هيلب، واختار اوف لاين اللي فيها كمبيوتر، وبعدين اكتب اللي عايز ادور على هيلب حوله، اضغط على سيرش، وبعد كده بضغط على اللينك اللي هيديهولي وليكن مثلا ده، وبعد كده كوبي. وما ننساش ان انا عايز اعمل بيست، بس في الغالب بيطلبها ان انا اعمل بيست في ورقه ثانيه وفي خليه محدده، وليكن الخليه مثلا جي 22. وبعد كده بعمل بيست، وزي ما قلنا هو بيعدي في الخليه الثانيه برده، ماليش علاقه، مش مطلوب مني ان انا اعمل اوتوفيت لي حاجه في ده. بعد كده اوبشن، ومن جنرال بغير اليوزر نيم واكتب الاسم. طبعا هو دايما يقول لك تشينج ذا يوزر نيم تو يور فول نيم، الى اسمك بالكامل. بكتب اسمي بالكامل، في النهايه بعمل اوكي. الناس تقول لك انا بكتب كابيتال او سمول او كده ما يفرقش، في النهايه اعمل اوكي. وغالبا ما يطلب بعد ان انا اغير الاوبشن بيطلب بعدها سيف. نشوف بقى قائمه هوم، بس انا عايز اقفل الفايل ده مش عايزه. خلينا نفتح فايل ثاني، فايل اوبن، وانا عايز فايل وليكن مثلا ارينا. قائمة هوم أوامرها: قتل قص ما تم تحديده، كوبي لنسخ ما تم تحديده، بيست للصق ما تم قصه أو نسخه. عايز أحدد المدى، سيلكت ذا سيل رينج من الـ A من البي 4 إلى بي مثلا 12. حدد المدى، ده تحديد المدى من نص الخلية، نص الخلية كده 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 وأنا نازل من نص الخلية. أمال إمتى بسحب من الكورنر؟ لو قال لي كوبي فرميولا، كوبي فرميولا. اما تحديد المدى من نص الخليه، والخليه الاولى تحس انها مش محدده. الخليه المحدده يا جماعه مش اللي لون خلفيتها باللون ده، الخلايا المحدده اللي حواليها بوردر تخين شويه، بس انا اعرف كده التحديد. انا محدد مثلا من الاي 4 الى اي 18، لان حواليها بوردر بنسميه الراوند ذا سيلكتد سيلز بوكس بوردر، او ثيك بوكس بوردر، حد تخين حول الخليه المحدده. طب امال الخليه ديت ليه تحس انها ما هياش يعني باللون الباقي؟ عشان دي الاكتف سيلز الخليه النشطه، اللي لو كتبت اي كتابه بتروح عليها عادي، وممكن انشط اي خليه عادي بالضغط على انتر، ما فيش اي مشكله. تمام، تعالوا بقى اما نشوف كده قائمه هوم. بالنسبه للامر قتل قص ما تم تحديده، زي ما قلنا كوبي بالنسبه لي ان انا انسخ المحدد، وبيست للصق ما تم قصه او نسخه. سيلكت ذا سيل رينج، حدد المدى، حدني مدى بحدده، وليكن مثلا من البي 4 وانا نازل للبي 18. اعمل لي كوبي اهي، اعمل لها بيست في شيت تاني، ماشي اوكي. اعمل لي البيست يا باشا من الاتش 16 للاتش ما اعرفش كام، مش عايز اعرف للاتش كام، انا بحدد المدى الاول في بيست
بعد كده بعمل بيست، هو بيفرد نفسه، هو بيفرد نفسه. اذا المدى الاخير في بيست ملوش لازمه، المدى الاخير في بيست ملوش لازمه. بقتل قص ما تم تحديده، قبل نسخ ما تم تحديده. فاكرين قط بتساوي ايه؟ بتساوي موف. اما كوبي بتيجي كوبي صريحه، بيست للصق ما تم قصه او نسخه. فورمات بينتر اداه نسخ التنسيق، تستخدم لنسخ التنسيق نص وتطبيقه على نص اخر. يقول لي كوبي ذا فورمات اوف ذا بي 4 اند ابلاي ات على مدى معين، فبحدد المدى الخليه اللي عايز انسخ تنسيقها، اضغط على الفرشه احدد المدى اللي انا عايز اطبق التنسيق عليه، وليكن المدى ده اللي اخذ نفس نوع الخط ولونه ونفس التنسيقات بتاعته. الجزء الخاص بالفونت، طبعا من سهم فونت بختار نوع الخط، بس في الاول لازم احدد الجزء اللي هشتغل عليه اللي انا عايز اعمل له كوبي، او اللي انا عايز اغير نوع الخط بتاعه. حدد المدى، اوكي. من سهم فونت هنا بختار نوع الخط اللي انا عايزه، تشينج ذا فونت تو مثلا اي نوع خط، على سبيل المثال اريال بلاك، على سبيل المثال بوكمان اولد ستايل. طب بوكمان اولد ستايل مانيش شايفها، فبكتبها بي او اوكي. اول ما بكتب حرف الام كمان الجهاز بيجيبها لي فوق، لو بصينا كده بوكمان اولد ستايل وبيجيبها لي تحت، لو ضغطت، لو سبتها كده وضغطت انتر صح، ولو اخترتها من تحت صح برضو مفيش مشكله. يبقى من فونت بختار نوع الخط اللي انا عايزه، فونت سايز بختار حجم الخط واختار الحجم اللي انا عايزه. يبقى دي تاني فونت اتكلم عنها، اول حاجه فونت بس، تاني حاجه فونت سايز. طب بعد كده بعمل بولد، اللي انا قلت للناس يا جماعه كلكم هتغلطوا في سؤال بولد، هنشوف لما اشرح الاسئله هنشوف هتغلطوا فيها ازاي. بولد علشان اخلي النص تخين. انا مثلا عايز اعمل بولد للفيرست رو، بحدد الفيرست رو الصف الاولاني اللي عليه رقم واحد ده، وبعدين هو اساسا بولد، يعني بكون في الامتحان كده اعمل له بولد، بضغط على بولد لما تكون منوره. بعد كده فونت ايتاليك علشان ان انا اغير النص الى ايتاليك مائل. بعد كده اندرلاين لو انا عايز احط خط تحت الكلام. بعد كده البوردر، والبوردر دايما جنب الجردل، البوردر جنب الجردل. انا عايز بوردر وليكن، حدد المدى من البي 15 الى بي 21، وعايز اعمل بوردر اي بوردر من ده يسالني عنه، وليكن اول بوردر، اوت سايد بوردر، سيك بوكس بوردر، بوتوم دبل بوردر، سيك بوتوم بوردر، توب اند بوتوم بوردر، توب اند سيك بوكس بوتوم بوردر، توب اند دبل بوتوم بوردر، اي واحد من ده يسالني فيه، فبضغط على المطلوب وخلاص. على كده بلاحظ ان هو عمل لي الحد زي ما انتم شايفين، خط فوق وخطين تحت، لان انا اخترت توب اند دبل بوتوم بوردر. بعد كده دي لها ثلاث اسماء في الكلر، او الشيدنج كلر او باك جراوند كلر، ثلاثه لهم نفس المعنى. انا عايز اغير الفون الشيدنج كلر، شيدنج كلر لون الخلفيه، او باك جراوند كلر، او في الكلر بتاع الخليه بي 4 تو ان كلر اوف يور تشويز اذر ذان بلاك وايت اور اوتوماتيك، ما عدا البلاك والوايت والاوتوماتيك، ما عدا اللون ده وما عدا اللون ده، فبختار اي لون من الالوان اللي تحت. بعد كده فونت كلر علشان اختار لون الحروف نفسها، واختار لون الحروف برضو ما عدا الابيض والاسود والاوتوماتيك. يبقى الجزء الخاص بالفونت اتكلمنا فيه عن فونت علشان اغير نوع الخط، فونت سايز علشان اغير حجم الخط، بولد علشان اخلي الخط سميك، ايتاليك علشان اخلي الخط مائل، اندرلاين علشان اخلي الكلام تحت منه خط، والبوردر علشان اختار منه الحدود، اي حد من ده يطلبه مني بختاره. بس في الاول يا جماعه لازم احدد المدى اللي بيديهولي، وزي ما قلت تحديد المدى من نص الخليه وابدا اسحب لي المدى اللي هيديهولي، مفيش اي مشكله. بعد كده لون الخلفيه من الفيل كلر، بيسموها فيل كلر او باك جراوند كلر او شيدنج كلر، واختار لون الخلفيه اللي انا عايزها. بعد كده الفونت كلر علشان اغير لون الحروف، وادي الفونت كلر اهي، واختار الفونت كلر اي لون ما عدا الابيض والاسود والاوتوماتيك. الجزء الخاص بالالاينمنت، الالاينمنت اللي انا عايزه فيه كده الاين تكست ليفت، محاذاه النص جهه الشمال. انا عايز اخلي النص اللي في الخليه اي 4، عايز اخليه كده الاين تكست ليفت، هو كده شمال. طب سنتر يعني توسيط، طب رايت الاين تكست رايت، محاذاه النص في الخليه جهه اليمين. مش انا مانيش عايز الحاجات اللي فوق دي كلها. بعد كده راب تكست علشان اخلي اعمل التفاف للنص، يعني انا لو كاتب كده مثلا كلام، والكلام مثلا انا كاتب مثلا احمد فتحي شريف، بلاحظ ان النص عدى على الخليه الثانيه. طب انا عايز اعمل له راب، بحدد الخليه اللي عايز اعمل راب للتكست، وبضغط على ايقونه راب تكست، فبلاقي النص ينزل في نفس الخليه. طيب بعد كده ميرج وسنتر،
ميرج وسنتر، دمج وتوسيط من سهم ميرج وسنتر، اختار منه ميرج وسنتر. طب دمج الخلايا يعني شال الخطوط اللي كانت موجوده جوه الخلايا المحدده. طب عايز اعمل ان ميرج، فبحدد الخليه اللي عايز اعمل ان ميرج فيها، ومن السهم ده بختار منه ان ميرج. تمام، نراجع تاني كده الجزء الخاص بالالاينمنت. اتكلمنا عن ايه؟ ليفت وسنتر ورايت، واتكلمنا عن راب تكست، واتكلمنا سواء عن ميرج سنتر او ان ميرج. بعد كده الجزء الخاص بالنمبر. انا مثلا عايز اعمل ادي في الخليه او الورقه الشيت اللي اسمها نيم، عايز اكتب هنا مثلا سالري، وعايز اكتب هنا مثلا وليكن 2000 2500. احدد الاثنين دول عشان الجهاز يكمل هو اللي باقي. لو ضغطت هنا بنسميها كوبي فورميولا، انسخ المعادلة. تمام، نطلع الجزء الخاص بالنمبر. أول حاجة كرنسي العملة، كرنسي accounting number format، choose the entry currency، اختار العملة المحلية اللي أنا عايزها، اختار العملة سواء جيم ميم، انجلش يو اس، انجلش يو كي، يورو، تشاينيز، أي عملة من العملات ديت هيطلبها مني، فبختار العملة وليكن انجلش يو اس. بعد كده علامة في المية بيرسنت ستايل، يبقى أول حاجة إيه؟ كرنسي اللي هي معناها عملة. بعد كده بيرسنتيج أو بيرسنت ستايل علامة في المية، بعمل علامة في المية على الأرقام. بعد كده كوما أو ساوزن سيبريتور فاصلة الآلاف، كوما أو ساوزن سيبريتور فاصلة الآلاف، بيعمل لي كل ثلاث أرقام كده 2000 كده 2500، بيعمل لي الكوما الصغيرة اللي أنتوا شايفينها. طيب بعد كده انكريز ديسيمال لزيادة الأرقام بعد العلامة العشرية بمقدار رقم في كل ضغطة. عايز أزود الأرقام بعد العلامة العشرية، أضغط يزود الأرقام بعد العلامة العشرية. بعد كده decrease decimal لإنقاص الأرقام بعد العلامة العشرية بمقدار رقم في كل ضغطة. يعني ممكن يطلب مني سؤال كده ويقول لي، أنا هعمل clear format كده، يقول لي مثلا apply currency، ويديني اسم الكرنسي اللي هو عايزه على المدى ده، apply currency مثلا English US with no decimal. طب انا عملت الكرنسي اوكي، بس عمل لي رقمين بعد العلامه العشريه، هو عايز with no decimal بدون ارقام بعد العلامه العشريه، فبشيل الارقام من بعد العلامه العشريه من decrease decimal، من decrease decimal. تمام، اقلل الارقام كده، شلنا الارقام بعد العلامه العشريه، بقت الارقام فقط الصحيحه بدون ارقام بعد العلامه العشريه. طب يبقى تاني انا نسيت كده قائمه فايل كان فيها ايه؟ ها؟ سيف، سيف از. طب سيف از كان فيها ايه؟ اغير المكان. طب ارجعها تاني، سيف از اهي، اغير المكان، اكتب الاسم من سيف از تايب، بختار التنسيق. طيب كم تنسيق مطلوب؟ اكسل ورك بوك. تاني حاجه تمبليت، غلط. ها؟ تمبليت بيعمل ايه؟ بيغير المسار، تمبليت بيغير المسار. بعد كده تكست تاب ديليمنتد، وفي النهايه طبعا بعمل سيف. اخدنا بعد كده اوبن عشان افتح فايل انا حافظه قبل كده، وكلوز علشان اقفل الفايل المفتوح. عايز ارجع بس لاوبن يا جماعه علشان افتح فايل انا حافظه قبل كده. طب انا عايز افتح فايل موجود على دوكيومنت ليتمس. طب بصوا كده فين بقى دوكيومنت؟ مش موجوده دوكيومنت، الاقيها تحت مين؟ تحت لايبرريز. اضغط على السهم لايبرريز كده، الاقي دوكيومنت اهي وليتمس اهو. وعايز افتح فايل مثلا وليكن اسمه توب 10 او توب برودكت، واحدده واعمل اوبن، فبيفتح معايا الفايل. بعد كده فايل وكلوز علشان اقفل الفايل المفتوح. واتكلمنا عن نيو عشان اعمل ملف جديد، وسامبل تمبلت، وبرنت بيجي نظري، والهيلب دايما بيكون طالب مني ان انا اعمل هيلب على شيت واعمل بيست في شيت تاني، والاوبشن كان فيها اليوزر نيم، اغير اليوزر نيم. وما ننساش بعد منها بيطلب سيف، بعمل سيف طبعا، وما ننساش ان انا عايز اعمل سيف بعد لما بغير الاوبشن. اتكلمنا بعد كده عن الجزء بتاعهم، قط لقص ما تم تحديده، وكوبي لنسخ ما تم تحديده، وبيست للصق ما تم نسخه او قصه. بيست ما هياش نشطه ليه؟ علشان ما عملتش قط او كوبي. حدد المدى واعمل له كوبي تتنشط معاك بيست. واتكلمنا ان المدى الاخير في بيست ملوش لازمه، انا بحدد المدى الاولاني واعمل بيست، هو بيفرد نفسه زي ما انتم شايفين. اتكلمنا عن فونت بغير نوع الخط، وفونت سايز حجم الخط، وبولد علشان اخلي الخط سميك اللي كلكم هتغلطوا فيه، بعد كده ايتاليك عشان اخلي الخط مائل، اندرلاين علشان اخلي الكلام تحت خط، وبوردر اختار الحد اللي انا عايزه حسب ما يطلب مني، وشيدنج كلر او باك جراوند كلر او فيل كلر واختار اللون، وفونت كلر لون الحروف، فونت كلر واختار لون الحروف اللي انا عايزها،
واضغط على اللون المطلوب او هو بيقول لك اوف يور تشويز. اتكلمنا بعد كده على الجزء بتاع الالاينمنت المحاذاه، اخذنا ليفت واخذنا سنتر واخذنا رايت ورحنا على طول سيبنا ده كله ورحنا على راب تكست علشان اخلي اعمل التفاف للنص، وسواء ميرج وسنتر او ان ميرج، ادي ميرج وسنتر ايه وادي ان ميرج ايه. اتكلمنا في الجزء بتاع نمبر من سهم كرنسي، بختار العمله المطلوبه، بعد كده علامه في الميه بيرسنت او برسنتيج، بعد كده كوما او ثاوزن سيباريتور، كوما او ثاوزن سيباريتور، بعد كده انكريز ديسيمال زياده الارقام بعد العلامه العشريه بمقدار رقم في كل ضغطه، ديكريز ديسيمال لانقاص الارقام بعد العلامه العشريه بمقدار رقم في كل ضغطه. الجزء ده كله كده مش عايزه، اللي هو ستايلز مش عايزه. نروح بقى على الانسرت، انسرت سيل مش اي سي دي ال، تمام. انسرت شيت رو لادراج صف اعلى المحدد، انسرت نيو رو اباف رو 6، حدد اعمل صف جديد فوق الصف السادس، بحدد الصف السادس ازاي؟ بضغط على رقم الصف وبعدين من سهم انسر وانسرت شيت رو بيعمل لي صف، بيكون الصف الجديد واخد نفس رقم الصف اللي انا كنت واقف عليه. يمكن عمل ذلك بكليك يمين وبختار انسرت، كليك يمين على الصف اللي انا عايز اعمل صف اعلى وبعد كده بختار انسرت. طيب بالنسبه للشيت كولم، انا عايز اعمل عموده بين البي والسي، احدد الاكبر السي، انسرت، انسرت شيت كولم لادراج عمود على يسار العمود المحدد وبيكون واخد نفس رقم العمود اللي انا كنت واقف عليه. يمكن عمل ذلك بالضغط كليك يمين واختار انسرت. بعد كده انسرت ورك شيت علشان اعمل، او انسرت شيت علشان اعمل ورقه عمل جديده. انا عندي كام ورقه عمل؟ اولها اسمها ريفينيو، سيلز ديتيلز 2007، نيمز، عايز اعمل ورقه جديده انسرت وانسرت شيت، بيعمل لي ورقه جديده، كمان ورقه جديده انسرت وبعدين انسرت شيت. يمكن اعمل ذلك بكليك يمين وبعدين بختار انسرت، اسيبها على ورك شيت واعمل اوكي. بعد كده بالنسبه للديليت، لو انا كاتب هنا اي كتابه، كاتب هنا اي كتابه، عايز احذف العمود دي او خلينا نحذف الصف الاول، الصف الثالث، بضغط على الصف الثالث بحدده كده، ومن ديليت بختار طبعا سيل مش اي سي دي ال، ديليت شيت رو لحذف الصف المحدد. طب عايز احذف العمود بحدده، وبعدين ديليت، ديليت شيت كولم لحذف العمود المحدد، ديليت، ديليت شيت لحذف ورقه العمل المحدده. بيطلع لي رساله تحذيريه، انت متاكد ان انت عايز تحذف البيانات مش هتعرف تجيبها تاني، بضغط ديليت لتاكيد الحذف. يمكن عمل ذلك بكليك يمين، لو انا مثلا كاتب برضو اهو عشان يوضح معايا، عايز احذف الصف الثاني، بحدد الصف الثاني كليك يمين عليه وبعدين بختار ديليت، عايز احذف العمود اي كليك يمين عليه وبختار ديليت، عايز احذف ورقه العمل شيت 2 كليك يمين عليها بختار ديليت، بيطلع لي رساله بقول له ديليت لتاكيد الحذف. يبقى الجديد هنا اخذنا في الانسرت شيت رو شيت كولم وشيت، اخذنا في الديليت ديليت شيت رو ديليت شيت كولم وديليت شيت. يمكن عمل ذلك بكليك يمين، الامر فورمات معناه تنسيق. انا هرجع تاني للشيت اللي اسمها نيم، خلاص انا مش عايز دي، كليك يمين عليها ديليت. لو انا كنت مش كاتب في الورقه حاجه ما بيطلعليش رساله تحذيريه ان انت متاكد انك عايز تحذف او لا. لو انا عملت اي تعديل على الورقه الجديده، يعني انا ممكن اعمل ورقه جديده اهو، لو جيت احذفها مش هيطلع لي رساله تحذيريه لان انا ما كتبتش عليها حاجه او الورقه فاضيه. بالنسبه للفورمات، شيت رو او رو هايت علشان اغير ارتفاع الصف المحدد بمقدار، مش اي سي دي ال، تمام. طب الامر اللي بعده اوتوفيت رو هايت، ده مهم جدا لعمل احتواء تلقائي لمحتويات الصف حتى يحوي بياناته بالكامل. يعني مثلا انا عندي العمود الثامن كده في كلمه ادم، هغير حجم الخط مثلا الى الحجم ده وهصغر ارتفاع الصف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. رو 8 الصف الثامن از تو نارو، ضيق جدا. تو ديسبلاي ذا داتا فولي، adjust the row height so that the data could be seen او the data is visible. انا عايز اظبط ارتفاع الصف علشان بياناته اشوفها او تكون مرئيه، بحدد الصف اللي انا عايز اوسع الصف على اكبر كلمه مكتوبه، بعد كده من فورمات اوتو فيت رو هايت، احتواء تلقائي لمحتويات الصف حتى يحوي بياناته بالكامل. يمكن عمل ذلك، ممكن اعمل القصه دي ازاي؟ ممكن ان انا اضغط بين الصف المحدد واللي بعده بين الرقمين دبل كليك كده، عملت له اوتو فيت.
طيب لو انا مثلا عندي عمود وليكن عمود دي، وهكتب برضو احمد فتحي شريف، هو معمول له راب. اوكي، لو انا مثلا هو الصف ده محتوياته معمول له راب، لو انا عايز اعمل احتواء تلقائي لمحتويات الصف علشان يحوي بياناته بالكامل من فورمات، وبعدين اوتوفيت كولوم ويدث احتواء تلقائي لمحتويات العمود حتى يحوي بياناته بالكامل. نشوف هنا مثلا ده مش معمول له راب، تمام. العمود اي از تو نارو تو ديسبلاي ذا داتا فولي، ادجست ذا كولوم ويدث سو ذات ذا داتا از فيزابل او ذا داتا كود بي سين. بحدد العمود وبعد كده من فورمات اوتوفيت كولوم ويدث احتواء تلقائي علشان يكبر على اكبر كلمه مكتوبه. اذا الفورمات اخذنا امرين، اوتوفيت رو هايت لو العمود ده الصف عندي ضيق وعايز اوسع الصف اغير ارتفاعه يعني، اوتوفيت كولوم ويدث لعمل احتواء تلقائي لمحتويات العمود حتى يحوي بياناته بالكامل. يمكن عمل ذلك برضو بالنسبه للعمود زي ما عملنا بالنسبه للصف، لو العمود عندي ضيق وعايز اوسع العمود بضغط بين العمود واللي بعده تحت، لا بضغط بين الحرفين من فوق كده واضغط دبل كليك بلاقي العمود بيوسع زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده بتكلمنا عن اوتوفيت رو هايت واوتوفيت كولم ويدز، مش عايز هاد وان هايت. رينيم شيت علشان اغير اسم الشيت، الشيت النشطه اسمها نيمز. طب انا عايز اسميها مثلا مودرن كمبيوتر، من بحددها الاول تكون هي اللي نشطه عندي، بعد كده من الفورمات وبعدين بختار رينيم شيت واكتب الاسم مثلا مودرن كمبيوتر واضغط انتر. يمكن عمل ذلك بكليك يمين وبختار رينيم واكتب مثلا واضغط انتر، تمام. فورقه العمل بلاقي اسمها يتغير زي ما انتم شايفين. اذا اخذنا كده ثلاث اوامر في فورمات، اولهم ايه؟ اوتوفيت رو هايت، ويمكن عمل ذلك بالضغط بين الصفين فبيوسع لاكبر كلمه مكتوبه. اوتوفيت كولوم ويدز احتواء تلقائي لمحتويات العمود حتى يحوي بياناته بالكامل، ممكن اعملهم بدبل كليك بين العمودين، العمود واللي بعده يعني. بعد كده رينيم شيت علشان اغير اسم الشيت النشط. طيب انا عندي ورقه اسمها 03 وحيد الرقم تليفوني، عايز انقل الورقه ديت من ارينا وعايز احطها في ورقه اسمها احمد شريف. طب عايز تحطها فين؟ بيفور شيت 1 او بيفور شيت 2 او بيفور شيت 3؟ جوه احمد شريف. اوكي مفيش مشكله. بحدد ورقه العمل اللي انا عايز انقلها، بعد كده بفتح قائمه فورمات او الامر فورمات، بعد كده موف اور كوبي شيت، نقل او نسخ ورقه عمل. لو عايز اوديها الى كتاب اسمه احمد شريف فبختار من السهم ده، ادي الكتاب اللي انا عايز احط الورقه فيه. طب عايز تحطها فين؟ لو عايز تحطها بيفور شيت 1 حدد شيت 1، بيفور شيت 2 حدد شيت 2، بيفور شيت 3 حدد شيت 3. طب انا عايز اخليها افتر اذر ورك شيت فبختار موف تو اند. يعني ايه افتر اذر ورك شيت؟ بعد كل اوراق العمل فبختار موف تو اند واعمل اوكي. قبل ما اعمل اوكي الورقه اللي انا فتحها اسمها ايه؟ ارينا. اول ما هعمل اوكي هيفتح لي الورقه اللي انا نقلتها فيها اللي هي احمد شريف، وفعلا راحت اخر اوراق العمل في الشيت اللي انا نقلته او في الورك بوك اللي انا نقلته. نكمل، يبقى كده الامر فورمات خلاص انتهى. اخذنا اوتوفيت رو هايت، اخذنا اوتوفيت كولوم ويدز، اخذنا موف اور كوبي شيت، نقل او نسخ ورقه عمل. بحدد الشيت اللي انا عايز احط الورقه فيه وليكن ارينا، دايما بيطلب موف افتر اذر ورك شيت بعد كل اوراق العمل فبختار موف تو ان. ما بيسالنيش يا جماعه، ما عليهاش اسئله، كريت ا كوبي بعمل نسخه، ما عليهاش اسئله لو انا طلب مني ان انا اعمل لها كوبي فبحط علامه الصح، وما بيطلبهاش فبسيبها واعمل اوكي. طب سؤالها بيجي ازاي؟ موف الشيت اللي اسمها 03 1 09 6 8 3 9 فروم ارينا تو ورك بوك احمد شريف افتر اذر ورك شيت ويز ذا سيم نيم، يعني بنفس الاسم اند بوزيشن ونفس المكان. اوكي فبحددها، وبعد كده اوز ذا ديفولت نيم، يعني سيب الاسم الافتراضي، وبعدين من فورمات موف اور كوبي. طب لها طريقه ثانيه يا جماعه؟ اه طبعا، ممكن كليك يمين كده على اسم الشيت، كليك يمين وبعدين بختار موف اور كوبي، وبعدين بختار الشيت اللي انا عايز احط الورقه فيه اللي هو احمد شريف، عايزها في النهايه افتر اذر ورك شيت فبختار موف تو اند واعمل اوكي كده وذ ديفولت نيم، سبت الاسم زي ما هو مفيش اي مشكله. بعد كده
مش عايز اوتوسام ولا فيل، ده هنتكلم عنهم بعدين. كلير دايما بيجي كلير كونتنت، امسح المحتوى، كلير كونتنت لمسح المحتوى بتاع الخليه المحدده. طيب في حته مهمه جدا يا جماعه عايز اكد عليها، بالنسبه لي كلير بيطلب مني كلير كونتنت، لا امال بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني ديليت، بيطلب مني ان انا اعمل ديليت. طب ليه ما بتعملش ديليت من دي؟ ديليت دي يا جماعه لصف او عمود او ورقه عمل. طب امال دي بيطلب ايه؟ ديليت سيل، ديليت سيل. ايه ديليت سيلز دي؟ ديليت ذا كونتنت اوف ذا سيلز رينج من البي 5 الى اي 5، حدد المدى ده كله، بعد كده كلير واعمل كلير كونتنت اللي هي مسح المحتوى. يمكن عمل ذلك يا جماعه بديليت من لوحه المفاتيح او كليك يمين على المدى المحدد واختار كلير كونتنت. اذا لو طلب مني ان انا احذف خلايا معنى كده ان هو عايز يعمل كلير كونتنت، كلير كونتنت. اما لو عايز يحذف صف او عمود كليك يمين على العمود وديليت، كليك يمين على العمود وديليت. عايز يحذف صف كليك، طب عايز احذف صفين، لو عايز احذف صفين يا جماعه لازم احددهم مع بعض، او عمودين برضو لازم احددهم مع بعض، بحدد الاولاني كنترول واحدد الثاني، بعد كده من كلي لو عايز اعمل ديليت ديليت، وبعدين انا عايز احذف صف هختار ديليت شيت رو. بس عايز اكد على الحته دي تاني يا جماعه، انا عايز احذف الصف الرابع والخامس، بعمل ايه؟ اول حاجه احدد، ما اضغطش كنترول الاول، اول حاجه بحدد الصف الاولاني، وبعدين اضغط على كنترول، وبعدين احدد الصف الثاني. يعني اول حاجه احدد الصف، اثنين اضغط على كنترول، ثلاثه احدد الصف الثاني، بعد كده ديليت واختار ديليت شيت رو. يمكن عمل ذلك بكليك يمين واختار ديليت، مفيش مشكله. انا كمان عايز احذف الصفوف الاعمده ديت، كليك يمين وديليت. الجزء اللي بعد كده يا جماعه اللي هو سورت وفلتر، حدد المدى من الاي 1 الى سي او الى دي كام. انا عايز احدد الكل، انزل بشريط التمرير وانا نازل كده، وانا كل لما بشد تحت بحدد. طب حدد زياده، انا لسه ما سبتش الفاره، برجع تاني عادي مفيش مشكله. سورت وفلتر كاستم سورت، انا دايما عايز منها كاستم سورت. من السهم الاولاني بختار العمود اللي عايز ارتبه. انت عايز ترتب العمود الاولاني كولم A او كولم B او كولم C او كولم D، دي الاعمدة اللي عندي. طب انا لو حددت يا جماعة تاني، عايز اعمل بس ده date of birth عشان يكون مكتوب برضو، ويهدي نفس التنسيق. اوكي عندي برضو في ده فاضي مش عايزه علشان الترتيب معايا يكون مفيش اي مشكلة. حدد من الـ A1 الى D، A132. سورت وفلتر كاستم سورت، من السهم الاولاني بختار العمود اللي عايز ارتبه. انت عايز ترتب ايه؟ طبعا ما كانش ظاهر هنا علشان كان في حاجة يا جماعة مش مكتوب لها عنوان، وكان في صفوف فاضية. عايز ارتب حسب الفيرست نيم، لو هو والله في حروف زي كده هلاقي مكتوب هنا عندي كده من الـ A to Z او Z to A، تصاعدي او تنازلي. طب لو هو في تواريخ زي كده فاكرين هيرتب حسب ايه؟ من smallest ل largest، من oldest التواريخ من oldest ل newest، او newest ل oldest، من الاقدم الى الاحدث، او الاحدث الى الاقدم. طب لو هو في ارقام هقول لك ارتبه لك من السمولست للارجست، او لارجست للسمولست، من الاصغر الاكبر هنا الى الاصغر، او من الاصغر سمولست الى الاكبر، حسب ما هو يحدد معايا. انا عايزهم مثلا من لارجست الى سمولست، واعمل اوكي الاقي الارقام تترتب معايا زي ما انتم شايفين. اذا بحدد المدى، وبعد كده من سورت وفلتر كاستم سورت، من السهم الاولاني اختار العمود اللي عايز ارتبه، ومن السهم الاخير اختار نوع الترتيب. اذا شغلي كله على السهم الاولاني والسهم الاخير، ماليش علاقه بالسورت اول. انا عايز ارتب مثلا حسب سيور نيم من الـ A to Z، بعد كده بعمل اوكي. اخر حاجه عندي في قائمه هوم اللي هو فايند وسيلكت، لازم احدد الخليه A1، لازم احط المؤشر على الخليه A1. فايند وسيلكت، فايند علشان ابحث عن نص، عايز ابحث مثلا عن نص كوك، بعد كده بعمل فايند نيكست، الجهاز بيجيبه لي اهو. بعد كده ريبليس، لازم برضو احدد المؤشر على A1، ريبليس.
عايز ابدل كوك ديت، بدلها مثلا بكلمه احمد. لو ضغطت يا جماعه على ريبليس كده هيقول لي الكلمه مش موجوده اهو، الكلمه النص مش لاقيه. طب اعمل ايه؟ فاكرين؟ لازم اعمل فايند نيكست الاول، فالجهاز بيجيبه لي، بعد كده ريبليس، فايند نيكست مره واحده بس وريبليس مره واحده بس، فبلاقي النص فعلا اتبدل معايا زي ما انتم شايفين، وبعمل كلوز. كده يبقى قائمه هوم كلها تكون انتهت. اخذنا كات لقصه ما تم تحديده، قابل للنسخ، وبيست لللصق، وبيست المدى الاخير في بيست ملوش لازمه. فورمات بينتر اداه نسخ التنسيق، تستخدم لنسخ تنسيق نص وتطبيقه على نص اخر. اخذنا فونت، اغير نوع الخط، فونت سايز حجمه بولد عشان اخلي الخط سميك، ايتاليك مائل، اندر لاين تحته خط، والبوردر وشيدنج او باك جراوند او في الكالر، فونت كالر لون الحروف. اتكلمنا عن ليفت محاذاه شمال، سنتر يعني في النص، رايت يعني يمين. اتكلمنا عن راب تكست العمل التفاف للنص، سهم ميرج وسنتر، في ميرج وسنتر وان ميرج. اتكلمنا عن العمله كرنسي. اتكلمنا عن في الميه اللي هي بيرسنت او برسنتيج، كوما او ساوزن سيباريتور فاصله الالاف، انكريز ديسيمال زياده الارقام بعد العلامه العشريه بمقدار رقم في كل ضغطه، ديكريز ديسيمال انقاص الارقام بعد العلامه العشريه بمقدار رقم في كل ضغطه، انسرت شيت رو وشيت كولم وشيت لعمل صف اعلى المحدد، عمود على الشمال، ورقه عمل. يمكن عمل ذلك بكليك يمين، ديليت لو عايز احذف صف او عمود او ورقه عمل. اي صف اللي هيتحذف؟ المحدد. انا عمود اللي هيتحذف؟ المحدد. يبقى لازم احدد الاول انا ورقه عمل هتتحذف المحدده، ويمكن عمل ذلك كله بكليك يمين. فاكرين فورمات كان فيها ايه؟ اوتوفيت رو هايت، احتواء تلقائي لمحتويات الصف، اوتوفيت كولم ويدز، ها ايه كمان؟ فيها كمان رينيم شيت، ايه كمان؟ موف اور كوبي شيت. طب يلا نشوفها اهي، اوتوفيت، اوتوفيت رينيم، موف اور كوبي شيت. ممكن ان انا اعمل اوتوفيت بالضغط بين الصفين، بين العمودين عفوا، رينيم شيت كليك يمين، موف اور كوبي كليك يمين، كلير علشان امسح الخلايا المحدده، واللي انا عايز في ده كله كلير كونتنت، سورت وفلتر وكاستم سورت، ومن السهم الاولاني زي ما قلنا، والسهم الاخير، السهم الاولاني اختار منه اللي انا عايز اغير او ارتب بناء عليه، عايز ارتب بناء على السالري الراتب، واختار طريقه الترتيب سواء سمولست للارجست او لارجست لسمولست، وفي النهايه طبعا بعمل اوكي. اتكلمنا عن فايند، لازم احط المؤشر في الخليه A1، فايند ببحث عن نص، بكتب النص اللي انا عايز ادور عليه، وليكن عايز ادور على نص اسمه احمد، واعمل فايند نيكست بيجيبهولي. طب عايز اعمل ريبليس، عايز ابدل احمد ب محمد، لازم اعمل فايند نيكست مره واحده، ريبليس مره واحده، فبلاقي النص اتبدل، وفي النهايه بعمل كلوز. ده كل ما يخص قائمه فايل وقائمه هوم. تعالوا ما نشوف قائمه انسرت. اللي انا عايزه في انسرت يا جماعه الرسم البياني فقط، الرسم البياني فقط. سيلكت ذا سيل رينج من البي 4 الى دي مثلا 15، واعمل رسم بياني كولم او لاين او باي او بار، اي نوع من انواع الرسم البياني، بس كل نوع له انواع فرعيه. يعني الكولم فيها 2 دي كولم او 3 دي كولم او سلندر او كون او بيراميد. طب انا عايز مثلا استكتد سلندر، طب ادي السلندر اهي، دي استكتد سلندر؟ لا، ادي كالستر دي سلندر. طب ديت استكتد سلندر، بضغط عليه فبيعمل لي الرسم البياني زي ما انتم شايفين. طب عايز اغير مكان الرسم البياني، قول لي بقى ايه؟ بوزيشن ذا تشارت، يعني ضع الرسم البياني، او موف ذا تشارت، حرك الرسم البياني، سو ذات توب ليفت كورنر، توب ليفت كورنر، اعلى الكورنر اللي في الاعلى الشمال، ديسبلاي ان سيل اف 3، يظهر في الخليه اف 3. بسحب كده للاف 3 بس مش بخليها في الاخر يا جماعه، اخلي فيه يعني مل كده ومل كده في الخلايا، يعني مش ايه، مش لازم اخليها في الاخر خالص كده، يعني كده ماشي تمام زي الفل. تمام، بخليها في الخليه اف 3، اخلي فيه كده براح شويه زي ما انتم شايفين. طيب ده كده لو طلب مني ان انا اعمل ايه؟ موف او ريسايز موف للشارت او بوزيشن للشارت. طب طلب مني بقى ريسايز، ريسايز يعني ايه؟ غير حجم الرسم البياني. علشان اغير حجم الرسم البياني انت عايز اغيره لك منين؟
so that البوتوم بوتوم يعني اسفل، بوتوم ليفت اسفل الشمال، يظهر في الخليه مثلا بي 20. بسحب كده للبي 20، يبقى بسحب منين تاني؟ لما المؤشر يكون سهم ذو راسين زي ما انتم شايفين كده، احرك كده، افضل احرك 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 كده لما يكون سهم ذو راسين، واسحب بقى للبي 20 زي ما هو عايز. وبرده زي ما قلنا كده مش هخليها للاخر، اخلي فيه كده ايه، كمل لي كده علشان السؤال يتحسب لي صح. يبقى في سؤالين بعد لما بعمل الرسم البياني، او ثلاث اسئله. احيانا يقول لي سيب الرسم البياني زي ما هو، طب يلا نحذف الرسم البياني بديليت من لوحه المفاتيح ونعمله تاني. حدد المدى من كذا الى كذا، حددناه. بعد كده اعمل لي رسم بياني، عايز نوعه ايه؟ نوعه كولم. طب ايه في الكولم؟ نوعه مثلا 3 دي كالسترد كولم. تمام يا عم، عملنا لك 3 دي، ممكن يسكت على كده. تمام، طب وممكن يطلب مني ايه؟ يقول لي موف ذات شارت او بوزيشن ذات شارت، ضع الرسم البياني سو ذات ذا توب ليفت كورنر ديسبلاي ان سيل مثلا اي 4، الاعلى الشمال يظهر في الخليه اي 4 زي ما انتم شايفين كده. وبقى زي ما قلنا بسيب كده في كام سنتي، كام ملي كده وكام ملي. طيب ممكن يطلب مني ريسايز ذات شارت سو ذات ذا بوتوم رايت كورنر ديسبلاي مثلا ان سيل اف 21، بسحب للاف 21 لما المؤشر يكون سهم ذو راسين. يبقى بوزيشن بحرك لما المؤشر يكون بالشكل المتصالب ده، بينما ريسايز لما يكون سهم ذو راسين. التعامل مع الرسم البياني اخذناه في الباوربوينت. قائمه ديزاين فيها امرين مهمين، تشنج شارت طيب علشان اغير نوع الرسم البياني، عايز الرسم البياني يكون مثلا باي واعمل اوكي، بيتغير الرسم البياني الى قطاع دائري. طب الرسم البياني موجود في ورقه اسمها ايه؟ اسمها 011 زي ما انتم شايفين. طب انا عايز الرسم البياني يتنقل عندي في شيت 1، بقى احدد الرسم البياني من اكبر مربع للرسم البياني. بعد كده قائمه ديزاين اهي برده فيها موف شارت، من السهم اللي تحت بختار الورقه اللي انا عايز احط الرسم البياني فيها وليكن شيت 2، واعمل اوكي، الاقي الرسم البياني عندي في شيت 2. عايز انقله، عايز اعمل اندو او اعمل رسم بياني تاني، وطبعا بروح في نفس المحاذاه نفس الخليه اللي انا كنت عامل فيها اهو، واعمل رسم بياني وبعد كده موف شارت. طب انت عايز الرسم البياني يروح في الخليه كام؟ شيت 1 مثلا، وانا هنا في كام؟ في 25 و26 والقصه دي كلها، بروح في شيت 1. طب في كام في شيت 1؟ بي تمام، اخليها في البدايه علشان نشوف الرسم البياني وهو بيتنقل معايا، وادي الرسم البياني اهو. وبعد كده لو انا عايز انقله من موفيت شارت اوديه لك فين؟ اوديه لي مثلا في شيت 1 واعمل اوكي. نكمل، كان في مشكله بس في البرنامج. عايز اعمل رسم بياني للمدى المحدد ده، واعمل له رسم بياني من انسيرت، واختار نوع الرسم البياني مثلا كولم، وبعدين اختار النوع بتاعه وليكن 3 دي كالسترد كولم، ينقل يعني عندي الرسم البياني اهو. انا في ورقه اسمها نيم، طب عايز اودي له ورقه اسمها ريفينيو من ديزاين وموف شارت، وبعدين من السهم ده اختار ريفينيو واعمل اوكي. بلاحظ ان الرسم البياني اتنقل عندي في الورقه اللي اسمها ريفينيو، واتشال عندي من الورقه اللي اسمها نيم. كده يبقى قائمه ديزاين فيها امرين، الامر الاولاني تشينج شارت طيب، والامر الثاني موف شارت. ومن السهم ده بختار الورقه اللي انا عايز احط الرسم البياني فيها واعمل اوكي، بتنزل عندي زي ما انتم شايفين. الامر الثاني او قائمه لي اوت، من السهم ده بختار ما اريد تغيير لونه، انا عايز اغير لون مثلا شارت اريا فورمات سيلكشن فيل. احيانا يطلب مني سوليد فيل واختار اللون واعمل كلوز، واحيانا يطلب مني جريدينت فيل مزيج لوني واعمل كلوز. لو انا عايز اغير لون عنوان واحد في الرسم البياني يا جماعه، بضغط على العمود اللي عايز اغيره لما المؤشر يكون هو المتحدد ضغطتين بشكل غير متتالي، بعد كده فورمات سيلكشن فيل سوليد فيل واختار اللون وليكن اللون الاصفر واعمل كلوز. بلاحظ ان العمود كده اتغير باللون الاصفر. اتشارت تايتل عنوان الرسم البياني، دايما اللي مطلوب مني اباف تشارت واكتب عنوان الرسم البياني وليكن مثلا سيلز، ولاحظ ان السيلز بتتكتب عندي فوق هنا كده اهي، طالما بتتكتب فوق يبقى لازم اضغط انتر من الكيبورد. بعد كده تشارت او داتا ليبل ومور داتا ليبل اوبشن، وبسيب الصح على كلمه فاليو واعمل كلوز، فالرسم البياني بيظهر عندي بيانات الرسم البياني على الرسم البياني الموجود. كده التعامل مع الرسم البياني انتهى.
لو انا عايز احذف الرسم البياني بديليت من الكيبورد كده مانيش عايز حاجه في قائمه انسرت. اتكلمنا في قائمه انسرت على الرسم البياني وازاي بعمل رسم بياني، وكان الجديد في الرسم البياني ان انا عندي من ديزاين اعرف ان انا انقل الرسم البياني الى اي شيت من موف تشارت. نشوف بيج لي اوت، قائمه بيج لي اوت وسهم بيج سيت اب. تعالوا اما نشوف كده الورقه اللي اسمها نيم بيج لي اوت وسهم بيج سيت اب. سهم بيج سيت اب اوامره بيج مارجن هيدر وفوتر وشيت. بيج ممكن اغير منها اتجاه الصفحه الاورينتيشن بتاع الشيت، سواء بورتريت علشان اخلي الصفحه طوليه او لاندسكيب علشان اخلي الصفحه عرضيه، وفي النهايه طبعا بعمل اوكي. انا عايز ارجعها تاني الى بورتريت، ادي سهم بيج سيت اب وادي البيج وادي بورتريت وادي اوكي. طب انا لو جيت اطبع يا جماعه كده من فايل برنت بلاحظ ان انا عندي هنا ثلاث ورقات هينطبعوا، ولاحظ ان انا عندي هنا كده فيرست نيم وسور نيم وديت اوف بيرث ظاهرين في الصفحه الاولى، لو ضغطت نيكست هلاقيهم مش ظاهرين في الصفحه الثانيه ولا ظاهرين في الصفحه الثالثه، ولاحظ ان خطوط الرسم البياني الخطوط الاكسل مش باينه، ولاحظ الاي والبي والسي وواحد واثنين وثلاثه مش ظاهرين. تعالوا نظهر الكلام ده كله ونشوف هنعمل ايه. ادي سهم بيج سيت اب، اتكلمنا عن بيج اغير منها الاورينتيشن بتاع الشيت سواء بورتريت الشيت طولي او لاندسكيب الشيت بالعرض. فيت تو فيت الفيت من الست فيت تو من بيج سيت اب. بخلي الكلام يحتوي في كام صفحه عايز فيت تشينجز ابلكيشن سيتنجز سو ذات ات فيت تو ان وان بيج وايد باي تو بيج طول، صفحتين بالطول، واعمل اوكي. لو جيت اعمل فايل وبرنت هلاقي كده عدد الصفحات اللي عندي اتنين. طب تشينجز ابلكيشن سيتنجز سو ذات ات فيت اون وان بيج، عايز يحتوي الجهاز يحتوي الكلام ده كله في صفحه واحده، بعمل هنا واحد وهنا في الطول واحد واعمل اوكي. لو جيت اعمل فايل وبرنت هلاقي كده الجهاز احتوى الكلام ده كله في صفحه واحده. ارجع تاني لسهم بيج سيت اب وخليها لي تاني، رجعها لي تاني 100%. طبعا ممكن يطلب مني البيبر سايز، في الغالب ما بيطلبوش مني في الاكسل. كده يبقى انا عندي في البيج في حاجتين الاورينتيشن وفيت تو. مارجن الهوامش عايز اغير هامش التوب او هامش الليفت او الرايت او البوتوم، وما بكتبش وحده القياس، بكتب بس الرقم واعمل اوكي. هيدر وفوتر اما ان انا اضغط على كاستم هيدر او كاستم فوتر، لو ضغطت على اي واحده منها بيظهر لي نفس شكل المربع بس واحد خاص بالهيدر لان انا ضاغط على كاستم هيدر، وواحد خاص بالفوتر لان انا ضاغط على كاستم فوتر. ممكن اكتب كلمه في الشمال او في النص او في اليمين، عايز اكتب هنا كلمه مثلا احمد فبكتب احمد شريف، وعايز هنا في نص الفوتر يظهر لي البيج نمبر. لما بشاور هنا كده انسرت بيج نمبر اول واحده، يعني هنعدي حرف الايه الفورمات، اول واحده دي المطلوبه مني انسرت بيج نمبر لادراج رقم الصفحه، مش عايز انسرت نمبر اوف بيج، الثانيه مانيش عايزها. انسرت ديت لادراج التاريخ، عايز احط التاريخ في الرايت بحط المؤشر في الرايت وانسرت ديت، مانيش عايز الاثنين دول. هروح على انسرت فايل نيم اسم الفايل، انا هعمل اوكي بس في دي، ونعمل الفايل نيم في الهيدر، عايزه فين في الهيدر؟ في الليفت او في السنتر او في الرايت، يعني اهم حاجه احدد الموضع اللي انا عايز احطه فيه الفيلد بتاعي. بتكلمني هنا ممكن يطلب مني كده انسرت بيج نمبر، ممكن يطلب مني انسرت ديت، انسرت فايل نيم ادراج اسم الفايل. طب الفايل اسمه ايه؟ اسمه ارينا، هيتحط عندي في شمال الهيدر ادي كده. بعد كده انسرت شيت نيم اسم الشيت، طب الشيت اسمها ايه؟ اسمها نيمز، هنشوف كده هتظهر عندي فين. طب فين يا عم اللي بيظهر ده؟ بيظهر لك فايل وبيظهر لك تيبس، ما بيظهروش الكلام ده الا في الطباعه يا جماعه لما بعمل اوكي. لو جيت طبعا اعمل برنت هلاقي اللي انا عامله كده، ادي ارينا ادي نيمز ادي احمد شريف ادي رقم الصفحه وادي التاريخ، ظاهر عندي في الصفحه الاولى وظاهر عندي في الصفحه الثانيه وظاهر عندي كمان في الصفحه الثالثه، وده عدد الصفحات اللي عندي. بس الاحظ ان الصف الاولاني ما تكررش عندي، لسه ما قلناش هنعمله ازاي، ولسه خطوط البرنامج ما ظهرتش، ولسه الاي والبي والسي وواحد واثنين وثلاثه ما ظهروش برضو. سهم بيج سيت اب يبقى فيها البيج غير منه الاورينتيشن بورتريت ولاندسكيب، الفيتو عدد الصفحات بالوايد وعدد الصفحات بالطول، ودايما بيجي وان بيج يبقى واحد وواحد،
مارجن الهوامش هيدر وفوتر، اما كاستم هيدر او كاستم فوتر، اكتب كلمه في الشمال او في النص او في اليمين، الانسرت بيج نمبر رقم الصفحه، وانسرت ديت التاريخ، وانسرت فايل نيم اسم الملف، وانسرت شيت نيم اسم الشيت، او بنسموها ورك شيت نيم اسم الشيت. طيب التبويب الاخير اللي هو شيت، عايز منه حاجه واحده بس، روز تو ريبيت ات توب، الصفوف اللي انا عايزها تتكرر في الاعلى. تشينج ذا ابلكيشن سيتنجز سو ذات رو 1 الصف الاولاني ويل برنت ان ايتش بيج، يطبع في كل صفحه. طب ادي شيت اهي، ادي روز تو ريبيت ات توب، دايما زي ما قلنا كده خير الامور الوسط، بضغط جوه المربع بتاع روز تو ريبيت ات توب، احدد الصف اللي انا عايزه يتكرر، اضغط اوكي، الجهاز اللي بيكتب لي دولار 1 الى دولار 1، اعمل اوكي. لو جيت يا جماعه اعمل برنت، هلاقي الصف الاولاني متكرر عندي في الصفحه الاولى وفي الصفحه الثانيه وفي الصفحه الثالثه في كل الصفحات، بس لسه ما زالت خطوط البرنامج مش ظاهره ولا العناوين الهيدنج ظاهره. طيب كده انتهينا من البيج سهم بيج سيت اب، البيج سيت اب لانشر، اتكلمنا فيه عن البيج بورتريت ولاندسكيب وعن فيت 2، واتكلمنا عن المارجن، واتكلمنا عن الهيدر والفوتر، واتكلمنا عن شيت. طب سؤال الشيت بيجي ازاي؟ تشينج ذا ابلكيشن سيتنجز سو ذات رو 1 ويل برنت ان اتش بيج، اتش بيج يبقى من شيت، روز تو ريبيت ات توب، الصفوف اللي تتكرر في الاعلى، بحط المؤشر واحدد الصف واضغط اوكي. طيب خطوط البرنامج والعناوين بجيبها ازاي؟ عندي هنا يا جماعه في قائمه برضو بيج لي اوت اربع مربعات اهي. تعالوا اما نشوف كده علامه الصح علشان نفهمهم واحده واحده. عندي جريد لاين معناها خطوط البرنامج، وعندي هيدنج معناها العناوين اللي هي A B C وواحد واثنين وثلاثة، كل واحدة فيها فيو وبرنت، فيو وبرنت. أنا عايز الهيدنج اللي هي الـ A والـ B والـ C وواحد واثنين وثلاثة تظهر قدامي، بعمل إيه؟ بحط علامة صح على فيو الخاصة بالجريد بالهيدنج، فألاقي كده عندي الـ A والـ B والـ C واحد واثنين وثلاثة ظاهرين قدامي. طب أنا عايز الجريد لاين معناها مش ظاهره قدامي، الخطوط اهي مش ظاهره قدامي، طب انا عايز الجريد لاين تظهر في الطباعه، بحط علامه صح على برنت الخاصه بالجريد لاين، لو جيت اعمل برنت الاقي الخطوط ظهرت زي ما انتم شايفين. طيب انا عايز الجريد لاين تظهر او الهيدنج، انا عايز الهيدنج يظهر في الطباعه، بحط علامه صح على الهيدنج الخاصه بالبرنت، بعد كده فايل وبرنت، لو بصيت عليها هلاقي كده الخطوط ظاهره. طبعا انا في الامتحان يا جماعه مش هعمل فايل وبرنت، انا بس بوريها لكم، تمام؟ الاي والبي والسي واحد واثنين وثلاثه ظاهرين. طب كمان انا عايز الخطوط تظهر قدامي، بحط علامه صح على الفيو الخاصه بالجريد لاين. طيب علشان ما نتوهش الموضوع برضو، السؤال في كلمه جريد لاين، عايز الجريد لاين اوكي، في برنت في الجريد لاين في السؤال؟ لا ما فيش برنت، خلاص يبقى احط علامه صح على فيو. طب في برنت في السؤال، عايز الجريد لاين وبرنت، خلاص يبقى الجريد لاين برنت. طب الهيدنج ومفيش برنت، يبقى خلاص فيو. طب الهيدنج وفي برنت، يبقى خلاص برنت، يعني بختار اللي هو عايزه. طبعا انا بختار اللي هو عايزه بس ماليش علاقه بالباقي، يعني على التاني عليها صح ما عليهاش صح ماليش علاقه بيها خالص. وبكده يا جماعه تكون قائمه بيج لي اوت انتهت، ماليش عايز قائمه فورمولا ولا داتا، نشوف ريفيو احدد الخليه A1 ودايما سبيلنج وتشينج تشينج لغايه لما تطلع لي اوكي في الاخر. والسؤال طبعا مش جديد علينا. فيو زوم لتكبير او تصغير اطار النافذه، خليها لي مثلا 95%، خليها لي 90%، خليها لي اي رقم، فبكتب الرقم اللي هم ادوهولي واعمل اوكي، بس اهم حاجه احدد الشيت المطلوب. بعد كده بيج بريك بريفيو هيطلبها مني، نرجع تاني بقى للنورمال، يعني ده السؤال وانتهى، بعمل سبميت. بعد كده فريز بانس، يبقى ثلاث اوامر بس، اول امر كان ايه؟ بيج بريك بريفيو، ثاني امر زوم، ثالث امر فريز بانس تجميد الالواح، يستخدم لتجميد صف او عمود او كلاهما كالتالي. لو انا عايز اجمد الصف الاولاني بحدد الثاني، طب عايز اجمد الاولاني والثاني بحدد الثالث، يعني بحدد اللي بعد اللي عايز اجمده. طب عايز اجمد الاولاني والثاني والثالث احدد الرابع، وبعد كده فريز بانس، فريز بانس لو جيت انزل بالسكرول بار بشريط التمرير الاقي الاولاني والثاني والثالث جامدين. طيب انا عايز الغي التجميد، الغاء التجميد بدون تحديد من فريز بانس بعمل ان فريز كده لغيت التجميد عادي. طب عايز اجمد العمود ايه؟ بحدد بيه، فريز بانس
ريزبنس. لو جيت امشي كده بالسكرول بار الاقي العمود ايه فعلا جامد. طب انفريز علشان الغي التجميد. طيب لو عايز اجمد فريز اول رو اباف رو 3، عايز اجمد كل الصفوف الاعلى من الثالث، من الاعلى من الثالث واحد واثنين، بحدد ثلاثه، بعد كده فريز بانس، فريز بانس الاقي كده واحد واثنين جامدين، وبعمل انفريز لالغاء التجميد لو هو طلب مني انفريز. كده يا جماعه يكون الاكسل انتهى، ما عدا نقطه هرجع لها تاني في قائمه هوم. اي سهم من قائمه هوم ما عدا السهم الاولاني، ما عدا الكليب بورد، انا لو ضغطت على الفونت لانشر او الالاينمنت لانشر او النمبر لانشر هيفتح لي نفس شكل السهم او المربع الحواري اللي هو بتاع فورمات سيلز. يعني لو ضغطت على فونت بيفتح لي فورمات سيلز بس التبويب النشط هو فونت، لو ضغطت على الالاينمنت بيفتح لي برضه فورمات سيلز بس التبويب النشط الاينمنت، لو ضغطت على نمبر بيفتح لي برضه فورمات سيلز بس التبويب النشط هو نمبر. انا عايز بس منه امرين، انا ممكن اعمل منه حاجات كتير بس في امرين مهمين جدا ما ينفعش اعملهم غير من الاسهم دي. اول حاجه يا جماعه لو انا عايز اغير فورمه التاريخ ده، عايز اغير شكل التاريخ، شفنا السؤال ده في الباوربوينت طبعا. بحدد الخلايا او العمود اللي انا عايز اغير الصيغه بتاعت التاريخ، بعد كده نمبر، بعد كده ديت، واختار الفورمه. طب الفورمه دي عربي اخليها انجليش ازاي؟ من السهم ده يا جماعه دايما تاني سهم اهو، اول سهم يقابلني كده اهو تمام، ودايما الفورمه الثانيه هي انجليش. طب الثانيه مش انجليش؟ لا، ما انا لو طلعت كده بشريط التمرير كده هلاقي فعلا انجليش يو اس، واختار الفورمه اللي هديها لي يوم شهر سنه او شهر سنه او يوم شهر سنه، اختار الفورمه او الشكل اللي هيديهولي واعمل اوكي، الاقي فورمه التاريخ اتغيرت زي ما انتم شايفين. اخر حاجه اللي ما ينفعش برضو تتعمل غير من هنا بالنسبه للالاينمنت والاورينتيشن، يبقى انا عندي هنا كده اتنين اورينتيشن، اورينتيشن خاصه ببورتريت ولاندسكيب، اورينتيشن خاصه بتكست بالنص. هنشوف النص ده هنعمله ازاي. تشينج ذا اورينتيشن اوف ذا تكست، خليه مثلا 90 ديجري، اما ان انا اسحب كده لما تتكتب عندي 90 زي ما انتم شايفين واعمل اوكي بلاحظ ان النص اتغير. طب خليها لي 0 ديجري، بحدد الخليه اللي عايز اغير الاورينتيشن بتاعها، وبعدين السهم اهو، وبعدين الاينمنت المره دي انا عايز اعملها بالطريقه الثانيه، هكتب هنا 0 واعمل اوكي. يبقى عندي اثنين اورينتيشن، اورينتيشن لتكست ومعناها ومعاها كلمه ديجري، عايز اغير اتجاه النص من اي سهم الاينمنت، وبعدين بغير اما من ارفع المؤشر كده لما يظهر عندي الرقم، او احدد الرقم ده انا عايزه 90 اكتب 90 واعمل اوكي. وبكده يا جماعه يكون انتهينا من الاكسل كاي سي دي ال. اذا وجدتم ما تتمنونه فالحمد لله رب العالمين. وما تنسونيش يا جماعه من صالح الدعاء، كنت معاكم احمد شريف مركز مودرن كمبيوتر سيستم فؤوس الشرقيه، رقم الموبايل 03190968 39 او 0150929967. الاحظ يا جماعه هنا حتى مش اي سي دي ال، ان رقم الموبايل ظهر عندي بدون الصفر، ممكن ان انا احدد الارقام اللي انا عايز يظهر في رقم الموبايل، ومن نمبر هنا بختار تكست كانه نص علشان لما اجي اكتب صفر يظهر عندي الزيرو زي ما انتم شايفين، و0 150 92 9 6 7 يظهر عندي الزيرو زي ما انتم شايفين. شكرا للاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.